سؤال بيقول ازاي اتخلص من الادمان. بص، اذا كنت عندك رغبة تخلص من الادمان بانواعه، تحتاج اب اعتراف، وتحتاج شخص متخصص، وتحتاج الخادم بتاعك على الاقل. ولو ادمان مخدرات او كده برضو تحتاج اهلك يقفوا معاك عشان يساعدوك. فإذا كنت عاوز فعلا تخلص ممكن، مفيش حاجة صعبة أبدا، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. اوعى تيأس، ربنا قادر ينقلك نقلة كبيرة قوي ويغيرك وتبقى إنسان مثالي، حتى لو كنت وقعت في براثن الإدمان وجبت آخرها. فاوعى تيأس، إنما اعترف لأب اعترافك واطلب المساعدة، ويجوز يبقى في شخص متخصص كمان يدخل في الموضوع، ونطلع من الحكاية دي بنعمة ربنا.